مرحبا، اليوم كنقدموه لكم من قناتكم شوف تي في. اهلا بكم. اندلع اليوم الجمعه حريق مهول داخل شقه كتواجد بعماره سكنيه بحي برنازيل بالبيضاء، تسبب في اصابه سيده تم نقلها الى المستشفى. وحسب مصادر شوف تي في فان التماس الكهربائي كان هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران واللي خلفت خسائر ماديه كبيره. واكدت المصدر على ان السيده المصابه بالاختناق تم نقلها على وجه السرعه الى مستشفى سيدي عثمان لتلقي الاسعافات الضروريه، بينما تكلفت شاحنه تابعه للوقايه المدنيه باخماد التنه النيران. نتابعوا هذه الصور. خبر اليوم انتهى، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.